السلام عليكم شباب مصر العظيم، أعزائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء على الهواء مباشرة في سلسلة لقاءات معاك أونلاين. ضيفنا النهاردة هو فضيلة العالم الجليل مولانا دكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأحد كبار علماء المسلمين، وهو معانا النهاردة اونلاين هيجاوب على الاسئله بتاعت حضراتكم اللي جت على الويب سايت بتاع وزاره الشباب من خلال اذاعه شباب مصر وقناه اليوتيوب وزاره الشباب والرياضه. فمرحبا بكم جميعا يعني ان شاء الله. طيب هو واحنا بنشوف اسئله الولاد، معظم الولاد مهتمين باسئله شخصيه لحضرتك جدا يعني، ومهتمين ان هم يعرفوا عن حياتك الشخصيه يعني. ففاطمه الزهراء هي محاسبه من سوهاج بتسال حضرتك، شيخنا الجليل حضرتك خريج تجاره، وكثير من الشباب ما حدش يعرف معلومة ده، حضرتك خريج كلية التجارة، كيف استطعت تغيير مسار حياتك ولتصبح أحد أبرز الأئمة المجددين في مصر؟ وهل واجهت صعوبات في هذا الاختيار إن حضرتك تعمل تغيير مسار لحياتك المهنية؟ هو في اشتياق للدخول إلى الأزهر منذ الصغر، وكان ده سبب الوالد رحمه الله تعالى اللي كان عايز يدخلني الأزهر من البداية. ولكن كانت الوالدة رحمها الله يعني معترضة على هذا، وكأن في تصورها رحمها الله تعالى أن مجال الأرزاق في غير الأزهر أوسع من الأرزاق مع خريج الأزهر، فأدخلني التعليم العام، ولكن كان حريصا على أن أشتغل بحفظ القرآن الكريم، كان حريصا أني يعني أتوجه هذا التوجه. ولذلك تلاقيني مثلا منذ أن بلغت سن الرجال وأنا الحمد لله ربنا من علي بالصلاة، وده حاجة من عنده هو، يعني مش إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد ذلك جئت إلى مصر لأن كانت أختي دخلت كلية الهندسة، فانتقلنا جميعا، وهي كانت أكبر مني رحمه الله تعالى بثلاث سنوات، فانتقلنا جميعا في سنة 67 إلى القاهرة. حاج محافظة بني سويف، أكيد الشباب عاوز يعرف المحافظة دي. من محافظة بني سويف في مدينة بني سويف، يعني أنا ولدت في مدينة بني سويف وعشت بها وتخرجت فيها، وفي سنة أولى ثانوي انتقلت إلى القاهرة وأصبحت في القاهرة إلى الآن. يعني احنا دلوقتي أدينا 53 سنة تقريبا، يعني حاجة زي كده. 53 سنة دول أصبحت قاهريا، حتى لما جيت كان هناك فرق في اللهجة اللي بنسميها اللهجة السويفية واللهجة القاهرية. اللهجة السويفية غير اللهجة السعودية، يعني بين يعني مثلا واحنا في بني سويف نقول لك هات الأستيكة أمسح بها، ومصر القاهرة تقول أمسح بها، فده بيسموه بعد كده. أنا درست الحاجات دي بقى في الصوتيات، الاسترس أو النبر، فالنبر ده يكون على هي يعني أمسح بها هي، لكن في ستريس مختلف، فالستريس كان مختلف ما بين لهجة القاهرة وما بين لهجة السوفية. قد يكون الصعيد كله يقول أمسح بها، ملح وملح مثلا، ملح طبعا هي الأجود لغة يعني، أو ملحا أجاجا في القرآن، لكن ملح دي اللي هو بينطقها القاهريون، فلما تقول ملح فكان الأولاد يضحكوا، يعني انه رغيف ورغيف وهكذا حاجات كده. بس لكن اللغه الاقرب للغه العربيه هي لغه اللهجه السعوديه ام لان القبائل العربيه استوطنت هناك؟ لكن يعني لاحظ العلماء في هذا المجال ان ايضا حتى لهجه القاهره برضو لها مرد لبعض القبائل العربيه، يعني الاثنين صح، يعني ينفع الـ هذا وهذا. القاف المعقودة اللي هي
القاف ينطقها كانها جه برتغال مثلا، دي مش موجوده في بني سويف، عاملين زي القاهريين برتقال مش برتغال. في سوهاج اكتر طبعا بعد بني سويف من المنيا تبدا القاف المعقوده. القاف المعقوده دي عربيه. طيب والقاف الثانيه اللي هي القاف العاديه اللي احنا هي الفصيحه يعني، اذا في وفي يعني مش تملي. ف لما نشأت هذه النشأة وخدت الثانوية وكان المجموع معقول يدخلني كلية الهندسة، وبعدين رحت الأزهر أدخل علشان أدخل كلية الشريعة من بدايتها. فقالوا لي لا ما ينفعش، ده أنت لازم تكون معاك الثانوية الأزهرية علشان تدخل مجال الأزهر، أو في بوابة تانية. ايه هي؟ انك تروح تاخد شهادة عليا من احدى الجامعات بكالوريوس او ليسانس، وتيجي تدخل بالبكالوريوس كلية الشريعة. قلت لهم طيب يبقى اذا عايزين احنا 4 سنوات نروح ناخد فيها كده بسرعة بقى. فاخترت كلية التجارة. داخل كلية التجارة وهدفك الازهر. وهدفي الازهر لان انا عايز ادخل الازهر من وانا في الثانوي، لكن تمنع اللوائح والقوانين لانه تعليم نوعي بهذه القضيه، لكن تقبل خريج الكليات الاخرى. ففعلا قد كان واغلقت هذه بعدي. يعني العجيب ان هذا الاحتمال غير موجود الان، كون ان واحد معاه ليسانس هندسه وليسانس اداب ولا بكالوريوس هندسه ويروح يدخل الازهر ممنوع دلوقتي برضو بدعوة أو بتعليل أو تبرير أن هذا يعني تعليم نوعي يجب أن يكون كذلك من أولى ابتدائي. أنا لما دخلت الأزهر اضطريت أن أنا أجيب مناهج التعليم من الابتدائي إلى الثانوي، وكان لينا واحد صديق في المعاهد الأزهرية أتى لي بها وجلست أدرسها علشان يكون ما فاتنيش حاجة. وابتديت اقرا على المشايخ، ودخلت الازهر في سنه 75 او حاجه زي كده، وابتديت فيه ومشيت في هذا المجال. فكان مساله مجهده، ولكن كان في اشتياق شديد لتحصيل هذا الجانب من الجوانب. خلال التجاره قريت الكتب الستة، وقريت تفسيرين ثلاثة منهم قرطبي، وقريت وهكذا الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتعلمت كثير من الفقه. ولما دخلت الكلية اخترت المذهب الشافعي باعتبار انه هو الراجل اللي معانا هنا في البلاد الإمام الشافعي، وهو أحد كبار المجتهدين، ومشيت الأمور على هذا. فده محتاج إلى جدية ومحتاج إلى منهجية، ومحتاج أيضا أهم حاجة بقى في القضية الاشتياق. يعني حضرتك شايف أن وضوح الهدف مهم جدا، أن أنا أسعى له وأنا بعمل كارير شيفت، أو أن أنا بغير مسار حياتي أو بتجه حاجة معينة، لازم يبقى الهدف واضح وبدفع ثمن. يعني بدفع ثمن، يعني حضرتك تضحي ب4 سنين او بداخل الكليه عشان تلتحق بهدف حضرتك. انا ما ضحيتش بيهم بقدر ما قرات بعمق الاقتصاد، قرات بعمق النقود والبنوك، قرات بعمق التاريخ الاقتصادي والقانون، لان احنا كنا بندرس قانون. كنت مهتم جدا جدا بهذه المواد ابتغاء توظيفها فيما بعد لخدمة الشريعة. والناس مش عارفة ان حضرتك اقتصادي ناجح وشاطر يعني بنديك الصحة ولنا.